السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله أنا عايز أوريكم إزاي بنعمل الستوب موشن. الستوب موشن فكرته هي نفس فكرة الفيديو، لكن بيتعمل بشكل يدوي شوية. إحنا بنصور لقطة زي ما إحنا شايفين كده، أنا صورت هنا اللقطة دي، وبعدين حركت الورقة شوية وصورت اللقطة التانية، كل شوية بحرك حركة وبعدين بصور صورة جديدة لغاية ما بينتهي التسلسل بتاعي. وبعدين بعد كده باخد اللقطات دي كلها على البرنامج بتاع الايديتنج وبخليها تمشي ورا بعضها بسرعة معينة هنتكلم عنها دلوقتي. طبعا احنا ممكن نستخدم بريمير، ممكن نستخدم برامج تانية موجودة على الموبايلات، الابليكيشنز بتاعة الايديتنج اللي موجودة على الموبايلات، وفي اصلا ابليكيشنز خاصة بالستوب موشن بتنزل على الموبايلات برضو. يعني اللي احنا بنتكلم عنه ده ممكن نعمله بالموبايل وممكن نعمله بالكاميرا عادي. انا هعمل ملف هسميه ستوب موشن ديسكتوب. اوكي، هبقى اخلي البروجكت فوق على الشمال، وبعدين هاخد كل اللقطات بتاعتي من اول ايمج 19 لغاية 61. ادي الصور بتاعتي، نخليها الليست فيو علشان تبقى مترتبة قدامي، لأن الترتيب مهم جدا. فخلاص أنا كده شايف الصور مترتبة صح، اخترت الأولانية، هختار الأخيرة، اخترت كله، نزلتها، عملت سيكونس. طبعا هنا في حاجة تفرق معانا جدا، إن أنت لما بتدخل صورة في البرنامج الصورة دي هيبقى مدتها كام فريم. أنا كنت مظبطها إنها تكون 3 فريمات لما بدخل صورة، وده الأحسن لما بعمل ستوب موشن. لكن الطبيعي بتاع البرنامج انها بتبقى 5 فريمات، الصورة اللي انت بتحطها في البرنامج بتبقى 5 فريمز، انا مخليها 3 عشان موضوع الستوب موشن. دلوقتي هعمل بلاي، بقت بالشكل ده، انا كده عملت ستوب موشن بكل بساطة. طيب انت بعد كده لو حبيت تغير سرعة الستوب موشن بتاعتك او تعكس، لو انت كنت الصور معكوسة معاك، هتعمل نست. انت كده بتخلي كل الصور كأنها في فايل واحد اهوت. ممكن بعد كده تتحكم في السرعة بتاعتها، السبيد والديوريشن، تخليها مثلا ماشية بسرعة 200%، بقت سريعة. ممكن العكس، ممكن تبطئها. نست، لا مش نست، سبيد والديوريشن نخليها 50%، يعني هيبقى سرعتها الضعف، أبطأ الضعف يعني. ممكن تعكسها خالص لو انت كنت اصلا الدنيا معكوسة معاك، speed و duration، وهتعمل reverse speed فهيبدأ من الاخر الاول. كل دي تحكمات لو انت مش عارف تظبطها بالفريم بتخليها نست على بعضها، وبعدين تبدأ تتحكم فيها في سرعتها وتبدأ من ورا لقدام ولا قدام لورا. دي فكرة الستوب موشن ببساطة. الستوب موشن ممكن نحكي بيه قصص، ممكن نعمل بيه دراما، ممكن نعمل بيه حاجات كتير جدا جدا جدا، وفكرته سهلة زي ما احنا شفنا. لو في أي أسئلة اكتب الأسئلة في الكومنتس، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل، واشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني نتكلم على حاجة جديدة. سلام عليكم.